نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت جوجل تقدم خدمة للباحثين عن الاكتئاب. تقدم جوجل خدمة جديدة للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن يبحثون عن الاكتئاب على هواتفهم المحمولة، تتيح إجراء اختبار لتحديد ما إذا كانوا يعانون منه. ويعد مرض الاكتئاب حالة شائعة إلى حد ما، فحوالي 1 من كل 5 أمريكيين يعاني من الاكتئاب وفقا للمنظمة الوطنية للأمراض العقلية. إلى صحيفة الراي الكويتية التي عنونت تركي وألماني يقطعان 5000 كيلومترا على دراجتيهما. وصل صديقان أحدهما تركي والآخر ألماني إلى تركيا قادمين من ألمانيا بدراجتيهما الهوائية في مسعى منهما للفت الانتباه إلى متانة علاقات الصداقة بين بلديهما. وبدأت رحلة التركي وجاره الألماني من مدينة شتوتغارت وانتهت بولاية أرزنجان بعد أن قطعا مسافة 5000 كيلومتر خلال مدة استغرقت 5 أيام. صحيفة الشرق الأوسط عنونت جزار ألماني يبتكر مشروب الدجاج واللحم البقري. ابتكر جزار ألماني طريقة جديدة لتناول اللحوم، ألا وهي احتساؤها في صورة مشروب من داخل زجاجة. فإذا أنه يعترف بأن المشروب بنكهة الدجاج أو اللحم البقري لن يحظى بإعجاب الجميع. واخترع الجزار الألماني 3 أنواع من المشروبات بنكهة اللحوم يعتزم إطلاقها في السوق في سبتمبر أيلول المقبل. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت الأرجنتين تحتفل بالمهرجان السنوي لرقصة التانجو. تخصص دولة الأرجنتين مهرجانا سنويا لرقصة التانجو في مدينة تاربس منذ عام 1998، ولا يزال هذا النوع من الرقص يجذب العديد من الشباب ومحبيه في جميع أنحاء العالم إلى الأرجنتين، وتحديدا منطقة تاربس التي تعتبر العاصمة الثانية الصيفية لرقصة التانجو. ويستمر مهرجان رقص التانجو في الأرجنتين حتى نهاية شهر آب أغسطس الحالي. وإلى صحيفة الخليج التي عنونت اليوم فلسطينية تكرس حياتها لإنقاذ الكلاب. تكرس الفلسطينية ديانا جورج حياتها لرعاية الكلاب البرية في ملجأ أقامته بمدينة بيت ساحور. وأسست ديانا وهي في 40 من العمر قبل 3 سنوات جمعية الحيوان والبيئة، ثم أقامت ملجأ مساحته 80 متر يتسع ل40 كلبا من تلك التي تعثر عليها في حاجة للعناية. واعتنت جمعيتها حتى الآن ب200 كلب صغير و130 كلب كبير.